جمال وعلاء مبارك، حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، ومفيش حد في مصر إلا وبيتكلم كل كام يوم كده على جمال أو علاء مبارك. هتلاقي علاء دايما موجود على منصات التواصل الاجتماعي، كل مرة بيثير الجدل في حاجة، وجمال في موضوع إن هو هيترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ولا لا. وزي ما كلنا بنتابع كان دايما في كلام إن هم احتمال جمال يتقدم للترشح في أو ليترشح في رئاسة الجمهورية أو لانتخابات رئاسة الجمهورية، ودايما في كلام عن هل ينفع اصلا وهل مسموح لجمال ان هو يترشح ولا لا. والكلام ده داير على السوشيال ميديا بقاله فتره وبيثير الجدل دايما، وتويتات علاء بتدعم من وقت للتاني اثاره الجدل في الموضوع ده. الجديد بقى دلوقتي ان في قضيه مرفوعه من مدير المركز القومي لدعم المواطنه وحقوق الانسان عبد السلام ابراهيم اسماعيل، واللي المفروض ان هو في القضيه دي عايز يرجع فيها اموال الشعب المنهوبه، وكمان يصدر قرار نهائي واكيد بمنع اولاد مبارك من الترشح. وامبارح كانت الجلسه للنظر في الدعوه، واجلت المحكمه القرار، وجه في الخبر ان 5 اغسطس هيبقى هو نظر دعوه منع جمال مبارك وعلاء مبارك من الترشح لاي مناصب بالدوله. التفاصيل بتاعت الخبر بتقول ان قررت محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله تاجيل الدعوه المقامه من عبد السلام ابراهيم اسماعيل مدير المركز القومي لدعم المواطنه وحقوق الانسان، واللي بيطالب فيها بالغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق واحاله جمال وعلاء حسني مبارك الى النيابه العامه لاتهامهم بالكذب غير المشروع، واسترداد جميع الاموال المهربه من كافه انحاء العالم، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة. الكلام ده كله هنأجله لجلسة 5 أغسطس المقبل للإطلاع والرد. لازم أفكركم أن القانون بتاع الانتخابات الرئاسية في مصر بيشترط في المرشح لمنصب الرئيس ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد له اعتباره. طبعا من ساعة لما الخبر ده طلع ورجع تاني الحديث عن جمال مبارك وعلاء مبارك يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعالوا نشوف مع بعض تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي كانت ايه، والبداية مع ماجد اللي قال انه لم يكن من مؤيدي اي بني ادم من عائلة الرئيس المخلوع، ولكن هو شايف ان دي لعبة حلوة قضاء مين هو في قضاء، وبيتساءل اذا كان في قضاء ولا لا. هو شايف ان دي لعبة عشان يمنعه علاء أو جمال من الترشح للرئاسة. إبراهيم برضو كتب وقال بجد جمال لو دخل الانتخابات هينجح، كل الناس طفحت إلا المغفلين، اللي شايف إن العالمين العاصمة الجديدة إنجاز، وهو ولا هو ولا أولاده يعرفوا يدخلوها إلا من باب الخدم. سلمى قالت طبعا ده الكارت اللي بيلعبوا بيه لإبعاد أي شخصيات وتبقى الساحة فاضية ولا يوجد إلا بهلوانات. أبو حازم قال بالنسبة إلى الكسب غير المشروع فهي قضية قديمة، وإذا عايزين نحاسب على الكسب غير المشروع فكتير من المسؤولين هيحاسبوا، ومن الأفضل طي الملف. آخر تعليق معانا من أبو طلال اللي قال إنه لازم يكون في قضية مستخبية أو تم تسويتها أو حتى منسية، عادي ممكن أي حاجة تحصل الأيام دي، المهم تخلي ابن الباشا ينسى فكرة انه ممكن يهز الكرسي. وانا واثق لو تم تبرئته والسماح له بالترشح هيتصل بمصنع الكراسي على طول عشان يجدد. اخر تعليق معانا من حسين اللي كتب بسخرية وقال وبكده نبقى خلصنا من علاء وجمال من ناحية الترشح للرئاسة، وخلينا نشوف الشخص اللي بعده. زي ما شفنا تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي على تأجيل قضية منع ترشح نجلاء مبارك في أي منصب من مناصب الدولة، الناس كانت شايفة أن دي خطة من النظام عشان يمنحهم بالفعل من الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، واللي قال أن ده كارت بيلعبوا بيه قدام أي واحد يفكر أن هو يدخل ويهز كرسي الحكم ويحاول أن هو ينافس على الحكم في مصر.